احدى المشاهدات سات سيفن بتقول: يكفيني يا ابي ان اسمع كلمة دعاء وبركة من فم قدس. ربنا يباركك ويكون معك. سؤال: ما هو الاختطاف وهل هناك اختطاف في هذه الايام؟ الاختطاف ده في نهاية الزمن في مجيء المسيح الثاني، الموتى يقومون والأحياء اللي على الأرض يختطفوا إلى السماء ويتغيروا في السكة علشان يبقوا بأجساد غير مادية. لكن لسه بدري، يعني لما تيجي القيامة يبقى نسأل على الموضوع.